ماذا تفعل إذا ضاقت بك الدنيا؟ دنيا بانت لي ستأببه من تدرق له؟ ماذا تفعل إذا تكاثرت عليك الهموم؟ نقراتك تشقروش بتقلع الله بانت لي سيدرربو سيبزبه من تسرى له؟ ماذا تفعل إذا وجدت جميع الأبواب مغلوقة عنك؟ كلهم برافوك بتقلع الله كانت تزقاقتو به بتاغنياتشو مفتيهي اللبت بله ياسبكو هلو بر تسقاقتو به كانت بتاغنيو من تسرى له؟ ماذا تفعل؟ من للسرى تشلاله؟ ماذا تفعل إذا اشتد عليك الكرب تقروش بانت ليسي براتو به؟ من للسرى تشلاله؟ نعم، ماذا تفعل؟ من للسرى تشلاله؟ اعلم اوك بعد عسر يسرى كتقرب هلا جلوت هلا للتوقي قبل ثق بوعد الله بالله سبحانه وتعالى زاتشا نققر ارقد ان يالو تهوني قبل نعم بعد عسر يسرى كتقرب هلا جلوت هلا صدق قول الله يا الله نققر اونت نوبل ارقد ان يهون بالله نققر واعتمد على الله بالله لي تدقف توكل على الله بالله لي تمكى نعم ومن يتوكل على الله بالله لي يتمكى فهو حسبه السبكيونو انت من يوم تجر ليال فايتشلن بله متاسبو كباد بله يسبكو تجر الله سبحانه وتعالى زندقن بتعام تنش بتهون تشلالك نعم بعد عسر يسرى او كتجر بهلا دلوت هلنا فهو حسبنا السبك أجنو ونعم الوكيل من مكاتس بس من عمارة ما دام الليل ينجلى لليت بتقلت قطر لليت بنقى قطر فإن الألم سيزول تقرج يميا صممه نقرش بتقل الله يتوقد ويهدالو والشدة ستذهب تنكتج أتبقى ويازو تقرج يوقدالو فتفاءل ملكا من حساب عصب وأكثر من الدعاء دعاء أبزى ولن يخذلك ربك أبدا الله متيم أنت لأورده أيش لمنا هلم ودسو تمكا السنم لمنو الله أحصفرهم والسلام عليكم ورحمة الله.